انا كنت ملتزم الشيخ، يعني كنت كان في ذنب بعمله زمان، وبعدين قعدت لمدة 8 شهور اللهم لك الحمد، يعني بقيت عن الذنب خالص 8 شهور متواصلين. اي الحمد لله. بعد كده حصل موقف ان في واحد صاحبي برضه كان بيعمل الذنب ده، اي فهو بص لي زي حاجة مثلا يا بختك انت بعدت او حاجة زي كده، لقيت نفسي رجعت للذنب تاني. هل فعلا ممكن يكون في حسد في العلاقة بينه وبين ربنا؟ ممكن يكون يعني حسدك، الحسد على الطاعة وارد، يعني ده ممكن يكون حسد؟ ممكن تكون عين. طب تنصحني بيها يا شيخ؟ ارقي نفسك وابتعد عن القاذورات، ابتعد عن القاذورات التي تغضب الله، جزاك الله خير. نبطش ربك لشديد.